ما زلنا مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين برنامج صباح الخير يا كويت. وطبعا تهتم دولة الكويت بدعم الشباب والشابات من أبناء الكويت أصحاب تراخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز المشجعة لهم لكي يتقدموا بمبادرات من أجل تنفيذ أحد أنشطة تلك المشاريع. وفوق هذا وذاك، وعشان تعرف أكثر على كيفية إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهم الأشياء اللي تتطلبها، يسعدنا أن نستضيف الأستاذة سارة إسحاق، متخصصة في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نقول لها صباحك بالخير وحيا الله معنا. صباح النور. الله يعزك. نستهل هذا اللقاء، لكن بعد هذا التقرير الصغير خلكم معنا، رجع لكم من بعد هذا التقرير مشاهدينا. طبعا سادة سارة صباح عليك بالخير مرة ثانية. أكيد يعني المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها مقومات لنجاح مثل هذه المشاريع، خلينا نتكلم عن أبرز يعني خلينا نقول نجاح هذه المقومات. أهم شيء طبعا أن أنت تحط أهداف واضحة، تمام، تدرس السوق، دراسة السوق وايد مهمة. ما تفتح بزنس أو مشروع أنت ما عندك خلفية عنه. وهم تحط لك خطة مستقبلية حق الشورت تيرم واللونج تيرم. والأهم من هذا كله أن أنت تهتم بالعميل والعامل، ولا تنسى الموردين. هم لازم تكون في علاقة بينك وبينهم، بحيث هالعلاقة راح تؤدي حق نجاح المشروع على اللونج تيرم، لأنهم راح يستمرون معك للمدى البعيد. جميل جدا. لو نتكلم عن الثقة مالت المستهلك، الكونسيومر اليوم عندنا هني بالسوق الكويتي أصبح يعني فطين، أصبح واعي، ما ينقص عليه مثل ما احنا نقول. فثقة المستهلك مهمة لأي نوع من أنواع المشاريع، فهاو تو جين مثل ما يقولون التراست مات الكونسيومر. أكيد طبعا. أنا دائما أقول السيرفس والكواليتي عامل مهم، اللي هم شنو؟ الخدمة والجودة. صحيح. إذا ركزت على هذيل مع الثقة، طبعا إذا شافوا في ثقة من العامل أو الأونر صاحب المشروع، راح يكون فيه هني ثقة متبادلة بينهم. صحيح. وبنفس الوقت الشيء الأساسي اللي هم لازم نركز عليه الوقت، التوقيت. إذا مثلا طلبوا طلبية هل توصل بنفس الوقت؟ في شيء اسمه يعني متابعة أو فولو أب. حتى لما أنا أبيع للمنتج لازم يكون في فولو أب بعدها، أشيك أو أتابع أو أخذ فيدباك إذا في أشياء أحتاج أعدل عليها أو أطورها. صح. تطوير المنتج عامل مهم، بحيث هالشيء راح يعزز ثقة العميل أو المستهلك إنه هو يشتري منك. ممتاز. في مثل كويتي يقول لك جدر الشراكة ما يفوح، لكن أنا بتكلم من ناحية ثانية. أنا ضد الشراكة أبو هاشم، أنا ضد الشراكة، لذلك ما شارك أي أحد. فبنعرف إحنا الشراكة مفيدة ولا مو مفيدة، يعني مثل هذه المشاريع الصغيرة إحنا قاعدين نشوف إن يمكن في بدايات المشاريع أن الواحد هو يقوم في هذا المشروع الصغير، سواء يعني من طريق وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الانستغرام تويتر، يبين المنتج اللي عنده. في ناس بدون شراكة وفي ناس مع شراكة. أكيد صح. شو رأيك؟ أوكي. هو بالنسبة حق الشراكة، أنا من الأشخاص اللي مع الشراكة، أنا ضد الشراكة. ففي ناس هم يحبون أن يأخذون لاين بروحهم، بحيث أن هم يأسسون البزنس أو تكون مؤسسة خاصة لهم ويشتغلون عليها. ممكن تكون عندهم المقومات اللي تساعد. أما بالنسبة حق الشخص اللي هو يحتاج شريك أو شخص يكون معه، ممكن يكون عنده كذا بزنس، أو يكون هو موظف ويحتاج شخص هم يكون معاه بارتنر يشيله بحال غيابه او حلو. عدم وجوده. فالشريك خافت يقط الثقل كله عليه هذاك، هذه ممكن هم تحصل ساعات. صح اكيد، بس التفاهم هم شيء مهم بين الشركه اكيد، وهذا الشيء يكون متفق عليه قبل. الشريك يفيد بالتمويل براس المال، بحيث حصل مثلا نكسه، او مثلا طبعا انت مثل ما انت عارف مثلا فتحت كوفي شوب مثلا، خصوصا الحين بالكويت في سيزن حق الكوفي شوب. صحيح. فترة الصيف يصير في مدروب، بس انه تلاحظ ان مبيعاتك او السيلز قاعد يقل بفترة الصيف، يصير في ركود. بالضبط، ركود. فممكن ان انت تبي تطور او تجدد حق السيزن اللي بعده، وممكن ما يكون عندك البادجت الكافي ان انت تغطي هذه التكلفة. فالشريك ممكن هم يدعمك من ناحية ان انت لما تدفعون اثنينكم راح يكون مثلا 50-50، او هذا الشخص راح يكمل هالشخص بالتمويل. هم لا ننسى الافكار، تبادل الافكار هم عامل مهم. يعني مثلا انا ميولي او افكاري مثلا عندي صالون،
متخصصة مثلا الصبغات، صبغات الشعر والإكستنشن. هل أنا إذا فتحت مثلا صالون وما معاي وحدة مثلا متخصصة بالميك اب أو مثلا بأشياء تفصيلية ثانية تخص الشعر، هل هالشيء راح يحقق الشيء اللي انا ابي او الهدف او التارجت اللي احنا قاعد نسعى له؟ فالشيء نفس ما انت تجدف يمين ويسار، حلو. انت تشيل يمين وهو يشيل يسار، طبعا شوي شوي لازم تغير الفكره من ناحيه الشريك. وهم القاعده، يعني انت قاعدتك التسويقيه او مثلا الناس اللي ترستد مثلا يدرون انت شنو توجهك او شنو الشيء اللي تقدمه، غير عن الشريك. فأنت قاعدتك وقاعدة شريكك تساعد بعض أن هم يسوقون حق منتجاتك أو شيء اللي تقدمه. حلو. الموضوع يأخذني يمكن اختصاره حق موضوع آخر، الموضوع هذا من ممكن يسبب معضلة حق الشخص اللي مو دارس السوق المحلي الكويتي. عندنا المستهلك الكويتي ما يمشي وراء الكواليتي في أغلب الأحيان كثر ما هو يمشي وراء الاي دونت نيد، شنو أنا يضيف غرور ذاتي لي ويشبعني داخليا. زين، أنا ما ألبس هذه الساعة لأنها كواليتي كثر ما أنا ألبسها لأن إتس ترندينج على سبيل المثال. أنا ما أروح لهذا المحل لأن الباريستا اللي عنده وايد قوي الكوفي شوب كثر ما هو الناس هابة فيه. فيحتاج السوق الكويتي إلى دراسة تامة دائما. إنزين، يعني دائما السوق الكويتي متغير. أنت وكأصحاب بزنس وكناس تديرون خلينا نقول المنظومة مالت سوق العمل هنا عندنا بالكويت، شلون قادرين إنكم توفون حق السوق الكويتي وحق المستهلك وحق مبيعاتكم في ظل التحديات الموجودة عندنا هنا بالسوق الكويتي؟ طبعا أكيد أنت هنا تتميز بالشيء اللي أنت قاعد تقدمه. حلوين. ومثل ما ذكرت بالبداية تطوير المنتج عامل مهم، يعني أنت ما يمنع تفتح شيء أو تشتغل على شيء ترند أو هبة مثل ما يقولون، بس هل أنت عندك الطاقة أو الإنتاجية اللي هي لي بعد 6 شهور سنة سنتين 3 سنين بعد ما الميول أو مثل ما نقول الترند أو الهبة تتغير، هل عندك المجال أن أنت تطور ويستمر مشروعك؟ يدو أنا ذر هبة على قولتهم، أو يدو أنا ذر هبة أو تضيف شيء على منتجاتك بحيث أن أنت تكون مستمر وما يصير عندك دروب أو تحافظ على حقوق يعني الشراكة أو المؤسسة أو الشركة اللي بينكم. جميل جدا. تمام. هل من الضروري أن تكون عند صاحب المشروع فكرة عن المشروع اللي يبي يسويه أو المنتج اللي يبي يقدمه للمستهلك؟ لازم يكون عنده فكرة معينة أو يأخذ خلينا نقول جوانب العديدة ونجاح مثل هذه الفكرة يبينها للسوق الكويتي ولا لا؟ طبعا شيء أساسي ومهم أن أنت يكون عندك خلفية تامة عن المشروع أو البزنس اللي أنت شغال عليه. تمام. ممكن أن هالشيء يكون هواية وأنت طورتها. دائما أنا أقول إذا شيء أنت تحبه اشتغل عليه أفضل. يعني مثلا في ناس يداومون بس مجبورين، يمكن دوامهم أو تخصصهم بالوظيفة يعني مو الشيء اللي هم حابينه، صحيح، بس مجبورين أن هم، هل هذه الإنتاجيتهم نفس إذا أنت قاعد تشتغل على شيء أنت حابه؟ أكيد لا. فإذا أنت كنت حاب الشيء اللي قاعد تقدمه راح تحقق. هذا واحد. اثنين، بالنسبة شنو نرد بعد الجانب عن الفكرة، بالنسبة حق الشيء الأساسي أن أنت يكون عندك خلفية تامة. مثلا الأشخاص اللي أنا قاعد أشتغل معاهم على المشروع اللي الحين قاعد أسسه هو مطعم وكافيه، فهما كلش مو بجانب الديزايننج. حلو. هذه هوايتهم أو شيء هم حابينه. كانوا يدرسون برا، هم شباب كويتيين عندهم حلو. شركة يدرسون كيميكال انجينيرينج، يعني شيء ما له شغل بالشيء اللي هم قاعد ينفذونه الحين، لكن هوايتهم هالشيء، يعني هو انتيرير ديزايننج أو جرافيك ديزاينر. فهالشيء يعني مع السنين طور فيهم بحيث أن هم اشتغلوا على شيء هم حابينه. حلو. مو لازم ان هم يكونون هذا شيء ماتيريال هم مدروس، بس يكونون دارسينه، حابين الشيء، هاويين الشيء اللي قاعد يقدمونه. فما شاء الله عليهم على الشيء اللي قاعد يقدمونه. المشروع يخليه يطور من ذاته ويخليه بعد يطور حتى بعد من تخصصه اللي هو يمكن يحبه في طريقه اخرى. صح. أكيد. واختصاره في موضوع اخر يمكن يغفلون عنه كثير من الشباب، يكون عنده البادجت انه يفتتح مشروع، صح، لكن ما يكون عنده البادجت كافي لتسويق هذا المشروع، فيكون حاط احسن ديكور، يكون حاط احسن سيرفيس، احسن خدمه يقدمها للكونسيومر، لكن يتفاجئ انه والله ما حد قاعد يمحلي، ماركتينج كوميونيكيشن صحيحه، ما في اتصالات تسويقيه صحيحه. خلينا نتكلم عن اهميه النقطه هذه في إنشاء
وتأسيس أي مشروع. صح أكيد. طبعا في أشخاص تكون عندهم مثلا بجت أو رأس مال في قاعتين اللي هم يكونون عندهم رأس المال بس مو عارفين يسوقون. في شركات وايد هني تشتغل على الماركتينج، هم يسوون لك ماركتينج بلان، يشتغلون عليها مخطط تسويقي كامل. أنت عندك البجت فما راح تكون مضكوك من الناحية المادية. وبالنسبة حق الأشخاص اللي تكون عندهم بجت بس مو عارفين شلون ممكن يبلشون المشروع أو يشتغلون على شيء اللي هم يبونه، يقدرون هم يرجعون إلى شركات. طبعا لا ننسى ترى البنك الصناعي، الصندوق الوطني، هم ذل ترى تدعم فئة الشباب. أنت عندك مشروع يقولون لك تعال يبلنا مشروعك وإحنا المبلغ اللي تبين مولكية. فهالشيء هم ممكن حق الأشخاص اللي يعانون مثلا ما يدرون شلون يبلشون أو ماديا مضكوكين يرجعون حق هالجانب أو هالجهات. أما بالنسبة حق اللي عنده رأس مال يقدر يرجع حق شركات هي تسوي له البزنس بلانينج. وفي بعضهم يعني مثلا انا رفيجتي تقول لي ساره انا عندي مشروع، يعني ببالي مشروع بس مو عارفه من وين ابلش صح او شلون ابلش. ممكن اوكي انا اساعدها بس في هم شركات تقول لك تعال متخصصه بهذا الشان يجيب المبلغ اللي عندك عندنا يمكن لما يعطون المخطط الكامل لمن يبينون له المشروع وين رايح راح يفتح له مدارك كبيره عنده هو يعني صاحب المشروع واللي يمكن ينجح مشروعه. يعني يمكن صاحب الهوايه يبي ينجح مشروعه مثل هذه المشاريع تنجح يعني من خلال دراسات وافيه لهذا الموضوع. صح اكيد. طبعا هم دراسات الجدوى هم تفيد بحيث ان هي تطور من مشروعك او تاسس لك مشروعك من الى. بس هم انا دائما اقول عامل اساسي ومهم ان انت تتابع مشروعك. صحيح. انت كاونر او صاحب عمل لازم انت تكون واقف مع الدراسه سواء في دراسة الجدوى أو ما في دراسة الجدوى. أنت مؤسس من عندك هالشيء أو مثلا هوايتك وقاعد تنفذها لازم أنت تكون على رأس العمل. لأن لما أنت تدخل مكان أو تدخل مثلا مطعم والأونر موجود شنو تحس؟ تحس بالثقة. تحس ثقة وتحس موجود. أنا عن نفسي غير ترى لما الأونر يشتغل بالضبط هم كذي هم من يعني أنا لما أشتغل يقولون لي أنت كويتية انت كويتيه تشتغلين. ما اقول لهم ساعات ما اقول لهم ان انا الاونر بس اقول لهم اي كويتيه واشتغل ان ليش لا مو ضد. صح. فبالعكس كثر ما انت تعطي من طاقتك ومجهودك وانتاجيتك راح تحقق. وهم من النقاط اللي بذكرها العامل يعني في اصحاب مشاريع يعني يعطون العامل جوب ديسكريبشن سوى وخلاص. حلو. فالافضل او الاصح ان انت يكون في كونكشن بينك مو علشان انت بوس ما في علاقه بينك وبين العامل. هذا شيء اساسي وهم توفر له كل حاجته. يعني انا رفيجاتي يقولون لي ساره ليش تعطين كاش ادفانس يعني معاشهم خلينا ينطرون معاشهم ويستلمونه. ممكن يكون في عامل محتاج مبلغ معين يلي يقول لي والله يعتبر بونص هذا اي ان مثلا انا محتاج المبلغ الفلاني مثلا 50 دينار مثلا من معاشي ليش ما اعطي فلوسه هذه. طبعا هذا غير عن البونس. البونس كثر ما انت تشجع العامل اللي عندك تعطيه بونس تعطيه انسنتيف. هالاشياء كلها انت كثر ما انت تريح العامل كثر ما هو يعطيك وهم لما يواجه العملاء هم يبدع بهالشيء. اكيد. انزين يمكن خلينا نتكلم عن ابرز الاشياء اللي ممكن تعوق انشاء اي مشروع خاصه اذا كان راس المال موجود مثل ما ذكرتي. يعني احدى صديقاتك تقول انا عندي القدرة لكن مو عارفة من وين أبلش. فشنو هي أبرز الأشياء اللي تعوق يعني إبراز المشاريع عندنا في دولة الكويت؟ طبعا بالنسبة حق أنا بأخذها من الجانب الشخصي. حلو. بالنسبة حق ديرتنا الحمد لله أنا أشوف أنها هي داعمة للشباب. أكيد. وإحنا هم كشعب وايد ندعم. يعني إذا شفت أنا منتج أو مشروع كويتي راح أروح له ما راح أروح حق شيء ثاني. يلا فزلة فزلة ويروح أساس يدعم هذا المشروع. هذا الشيء اللي إحنا قاعد نسويه فعلًا وهذا الشيء اللي قاعد يزيد الشباب أو فئة الشباب إن أهما يبلشون يفتحون their own businesses مشاريعهم الخاصة يطورون فيها قاعد يفتحون فرانشايز. أنت متى تشوف إن الشاب الكويتي قاعد يحقق؟ لما تشوف مثلًا مبطل كافيه أو مطعم وقاعد يجون من برا يأخذونه فرانشايز. صح.
هذا معناته انه قاعد يبدع الشاب الكويتي، خاصه ان مجتمعنا صغير بعد. بالضبط، هم هالشيء عامل مهم، عامل يساعد. صح. اما بالنسبه حق النقطه اللي ذكرتها اللي هي شنو المعوقات او الشيء اللي ممكن فقد الثقه، يعني انا بفتح مشروع بس خايفه، او في حولي عوامل محبطه. اكسر الخوف واكسر كل محبط وقلت لهم سلم وامشي. بالضبط، انا كله اقول يعني اخذه مع مخاوفه، مع صحيح. الريسك، مع الشيء اللي علشان يصير فيه هذه روح الكومبيتيشن. صحيح، وما يمنع ان انت تاخذ يعني ممكن اول بروجكت تشتغل عليه يكون شيء بسيط منه تطوره لين تبطل. في بعض المشاريع هني بالكويت مشروع كان منزلي، صحيح، والحين ما شاء الله افتحت يعني كذا برانش، وكانت يعني بس تقدم ستروبري ولا شيء يعني، فصار وان اوف ذا بيست يعني براندز هني بالكويت. او براندز نفس اسمك بعد. ايوه هو العافيه اختنا ساره الياقوت. زين، يعني احد الانتربرنورز اللي عندنا بالكويت، كل التحيه اختنا ساره الياقوت على كل المشاريع الجميله اللي قاعد تبطلها، وسبنا سالفه التحدي هذا. صح، عدل، اكيد. فبالعكس هالشيء يعطي بوش ودافع، فانت لما تشوف ان انت تفتح شيء بسيط او شيء صغير، او ودائما اقول اذا بتفتح مشروع بطل مشروع بدون راس مال، هذا انجح لك. صحيح. وافضل لك. يعني مثلا الرد على مثالنا اللي ذكرته، مثلا الديزاينر اول ما يجي يصمم هالشيء ما راح يكلفه غير ديسكتوب وبرنامج، بس كم راح يدخل له كاش؟ فهالشيء من هالهواية راح يفتح شركة، فممكن ان هالشيء يتطور ويستمر لقدام اكيد. ممتاز. صار انا يمكن تسبقتنا بالحديث عن المخاوف اللي تحوش صاحب المشروع، يعني يمكن يسوي مشروع والله اني خايف انا ما ينجح هذا المشروع ولا هذا المنتج اللي انا ابي اسوقه للمستهلك، وخاصه انا مثل ما قلت لك ان المجتمع الكويتي مجتمع صغير، فلا يقدم مشروع ويقولوا لا انا شلون انا الحين خايف اني اقدم مثل هذا المشروع مثل هذا المنتج. شنو ابرز المخاوف اللي تصير عن صاحب المشروع انه والله انا اخاف منتجي هذا ما يمشي؟ طبعا يصير، طبعا انت الشيء الاساسي علشان ما تواجه المخاوف او مثلا الناس المحبطين اللي حولك، ان انت تبتكر فكره. ما يمنع ان انت تفتح شيء او تقدم شيء موجود، بس ضيف له طريقة، ممكن تكون طريقة تقديمك، ممكن الشيء اللي أنت تبي توصله أو تشتغل عليه يكون يونيك وغير، بحيث أن الناس ممكن تتبطل مطعم بس طريقة تقديمك غير. صح. فهالشيء راح يكون أتراكتيف، هالشيء راح يسوق لك منه وفيه. صحيح. وهني الحين قاعد نعتمد على الماث توك أو الورد أو ماث، اللي هو أن أنت إذا شيء عجبك تتكلم أو تقول، فمن شخص لشخص إلا تلاقي شيء قايم. بالنسبة حق الأشخاص اللي مثلا الناس ما قلت لك يكونون حوالينهم أشخاص محبطين، ركزوا على أن أنتوا تاخذون positive vibes، روحوا وسألوا الأشخاص اللي هم أصحاب العمل أو البزنس اللي أنتوا بتفتحونه، ما يمنع المشاركة. بنفس الوقت حسبة، ولازم يكون في حسبة معينة ودقيقة. وهم لا ننسى الموردين، روح اسال عن اسعار الموردين، خليك على درايه كامله، على درايه كامله، ادرس الشيء، ولازم يكون الاهم في فكره. ممتاز، جميل جدا. طبعا كل الشكر لضيفتنا الاستاذه ساره اسحاق، متخصصه في انشاء المشاريع، كويتي انتربرنور، يوالك العافيه ومنها الاعلى. وليس هناك اجمل من شبابنا الكويتي لمن يعتلي سلم النجاح ويقدم كل ما هو جميل بالفعل ليسمو بهذا البلد. بكذي نكون وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ونقول قفال يا ابو هاشم. قفال، احنا وصلنا معاكم للقفال مشاهدينا الكرام، واحنا ان شاء الله راح نكون معاكم بنفس الوقت ان شاء الله من الساعه 7 معاكم في برنامج صباح الخير يا كويت، ان شاء الله للساعه 8:30 دائما راح نعطيكم الفقرات الجميله عن ديرتنا الحبيبه الكويت. الى ذاك الحين تقبلوا تحيات رائعه وجميله من فريق العمل، مع السلامه.